النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بخرائط توقعات درجات الحرارة، والتي تشير إلى تدفق تيارات هوائية دافئة من القارة الإفريقية باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، لذا يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار يوم الثلاثاء والأربعاء، وتسجل درجات حرارة أعلى بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، بأكثر تقريبا من 10 درجات مئوية عن المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام. تأتي هذه التأثيرات لهذه الكتل الهوائية الدافئة في مقدم التأثير منخفض جوي يتحرك تدريجيا نحو شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتوقع أن يزداد تأثيره على المملكة اعتبارا من يوم الخميس. هذا منخفض الجوي من المتوقع أن يجلب معه انكسارا للانحباس المطري السائد منذ عدة أسابيع، وعودة لهطول الأمطار وانخفاض على درجات الحرارة، وهو بمناسبة مصنف بأنه من الدرجة الثانية وفقا لمقياس مؤشر شدة المنخفضات الجوية من طقس العرب. أما بالنسبة لهذه الليلة، الأجواء تكون أقل برودة مما كانت عليه خلال الليالي الماضية، أجواء غالبا صافية، درجة حرارة صغرى 10 درجات مئوية. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى لنهار يوم غدا في مدن ومحافظات المملكة. نبهها شمالا من إربد 20 إلى 12، جرش 20 10، عجلون 19 المفرق 19 إلى 9 درجات مئوية. وسط المملكة عمان 18-9، السلط 21-12، مأدبة 20-7، البحر الميت 30-14، وفي الزرقاء 19 إلى 7 درجات مئوية. كما نلاحظ غدا البحر الميت تسجل درجات حرارة تقريبا قياسية في تلك المناطق. في المناطق الجنوبية في الكرك 17-7، الطفيلة 18-11، معان 18-8، في الشراء 17-9، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 29 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء مائلة للحرارة في تلك المناطق، والصغرى 16 درجة مئوية، والطقس أقرب إلى أنه ربيعي من كونه في فصل الشتاء. شرقا تكون درجات الحرارة في أرويشد 19-8، الصفاوي 19-7، وفي الأزرق من 20 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى 7 درجات مئوية. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي: تكون يوم الثلاثاء 18-9 لا تغيير، يوم الأربعاء 18-9 مع ظهور كميات كبيرة من السحب والغيوم، تزداد فرص هطول الأمطار مع ساعات الليل ليلة الأربعاء على الخميس. تتأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي يوم الأربعاء، يحدث انقلاب جذري على الأجواء، تتحول الأجواء تصبح باردة من جديد، غالبا غائمة، رياح نشطة، أمطار على فترات خاصة في المنطقة الشمالية، وتكون العظمى 11 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى حوالي 9 درجات مئوية في ساعات الليل. هذا ككل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر الموقع الإلكتروني arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.